السلام عليكم في لابارتي 3 ديال الدرس ديال الاستراتيجي اللي غادي نشوف فيها الشابتر 3 لا كرواسونس اي كونسونطراسيون. اول حاجه كونسونطراسيون غنشوفوا لا ريزون دو كرواسونس. فوق الشركه كتعرف بلا وصلت لا كرواسونس كاين لا تاي كريتيك, لا تاي كي بيرمي ا لونتربريز دو كونفرونتي لا كونكورونس اي ديجاجي دي بينيفيس, يعني كتخلي لونتربريز تقاوم لا كونكورونس وكتديجاجي دي بينيفيس, تكون عندها ارباح. كاين ليكونومي داشيل لوسك لا كونتيتي برودويت اوغمونت لو كو اونيتير باس. منين لا كونتيتي ديال لا كونتيتي برودويت اللي كاين نشوها كتطلع, لو بري ديال كو اونيتير كيطيح كيكون ولي الثمن مناسب. لافي دو سينيرجي كاين مثلا كتشوفوا واحد 1 بلس 1 ايغال 3, يعني كيكون ريزولتا دو كومبليمونتير دو ريغوبمون دو دو اكتيفيتي. مي الشركه كدير دو اكتيفيتي كتجمعهم كيعطيو واحد لا بويسونس بزاف كيعاونو لا برودكسيون. وكاين لا كرواسمون دو بوفوار دو نيغوسياسيون انفير لي كليون اي فورنيسور اي لاتا. كاين لي زانديكاتور دو كرواسونس, لي زانديكاتور باش كتعرف لونتربريز بلا الكرواسونس كاينه. كاين كونتيتاتيف كاليتاتيف. كونتيتاتيف اوغمونطاسيون دو شيفر دافير دو 10% ان 2015, هادو كيكونوا بيني كونتيتاتيف كيكونوا بالعدد بلي شيفر. اوغمونطاسيون دو بار دو مارشي دو 20% ان 2016, اكروسمون دي انفستيسمون دو 13% ان 2016, اكروسمون دي افكتيف دو 15% ان 2016. هادو دايما كيكونوا بار دي شيفر. كاين كاليتاتيف كيكون لا كاليتي, مثلا اوبتونسيون دي سيرتيفيكا ايزو اللي تكلمنا عليهم ايزو شنو هما, amélioration de la notoriété, innovation, introduction en bourse, amélioration du climat social. Hadou kamlin kaykounou par qualité ndial l'entreprise باش تعرفها بالله. دابا كنشوفو لي مود دو كرواسونس. هذا السؤال كيتحط دائما كيكون في لي زامان, في دائما كيكون السؤال تاع ايدونتيفي لو مود دو كرواسونس. لو مود دو كرواسونس كاين دو, كاين الاول انترن ديفلوبمون دو لونتربريز غراس ا ال ميم par des propres moyens. هنايا انترن و اكسترن كاين. انترن ماشي يعني برا على البلاد, شحال واحد كيغلط كيحسب له انترن يعني خارج مثلا المغرب, خارج المغرب لا. انترن يعني لونتربريز حقات واحد كرواسونس بالنسبه حقاش هي خدمات غير في لونتربريز, خدمات ما ندمجش مع شي شركه اخرى ولا غير بوحدها. لي موداليتي ديال انترن par création d'une nouvelle capacité de production, qu'elle de chez usine, chez atelier, par acquisition d'une nouvelle capacité de production, les filières, les machines. Ou les avantages, préserver l'indépendance de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise bouhida, mustaqilla, qui développer la flexibilité et le savoir-faire, qu'attourer l'entreprise. Les limites, croissance lente, يعني كتكون الكروسونس ثقيله مادام لونتربريز تطلع بوحدها تكون الكروسونس ثقيله. وكاين دوزيام ليميت لوغمونطاسيون دو لونديتمون, كيقدروا يديروا لي كريدي وداكشي كيرتفع عليهم لي كريدي. اكسترن ديفلوبمون دو لونتربريز غراس او ريغروبمون او او اسوسياسيون او دوتر اونتربريز. مثلا لونتربريز كتحقق شي حاجه لحقاش ماشي لانها خرجت من الدوله, واخا باقي مثلا في المغرب كاين في المغرب ولكن دارت كروسونس اكسترن باسكو دارت دي كونترا مثلا مع دوتر اونتربريز ولا عاونتها شي اونتربريز اجنبيه ولا مهم ما كتخدمش بوحدها مع شي وحده اخرى. لي مونداليتي جوريديك كتكون لي فيزيون ابسوربسيون سيسيون ولا غروبمون دانتيري ايكونوميك, بريز دو بارتيسيباسيون, بريز دو كونترول, كاع هادشي شفناهم في لي زوبسيون ستراتيجيك. او لا موداليتي فينونسيير كاين لوفر بيبليك دو فونت, لوفر بيبليك داشا, لوفر بيبليك ديشونج, لو راماساج بورسي, هادشي كامل كيدخل في لا بورس. لي زافونتاج ديال كروسونس اكسترن كاين كروسونس رابيد و بيان افي دو سينيرجي, هادو كاع شفناهم. كروسونس رابيد كطلع في ساعة لونتربريز, افي دو سينيرجي باسكو لونتربريز كيكون مثلا جوج بيهم كيخدمو اكثر. Ou les limites, qui est le risque de perte de contrôle de la société, le risque de l'inadaptation culturelle entre les entreprises regroupées. Je vais vous donner une entreprise, mais je vais vous donner une autre part de la société. Je vais vous donner une autre. D'abord, nous avons la concentration des entreprises. Les
partie 2 plus chapitre. لقاش كاين هذا لو شابيتر هذا فيه لا كروسونس اي كونسونتراسيون. كروسونس كملناها دابا كونسونتراسيون. La concentration, c'est un regroupement des entreprises par lequel leur taille augmente et leur nombre baisse dans un secteur bancaire. Hada, chnou kayani, l'entreprise kadir un regroupement par lequel leur taille augmente. Hada, concentration des entreprises, fiha trois formes. Quelle est la forme horizontale? Regroupement des entreprises ayant les mêmes activités. Had la forme horizontale, yani qu'est-ce l'entreprise, qu'est-ce les entreprises, elle hasab li عندهم la même activité. مثلا قال les entreprises de production des voitures qui sont horizontales كاملين. Quelle la forme verticale, regroupement des entreprises ayant des activités complémentaires. Had la forme verticale, ça veut dire مثلا entreprise كدير مثلا الواطه كتصنع لي فواتور كاين واحد لونتربريز اخرى كدير لي جي بي اس اللي كيكونوا في لي فواتور يعني كتشوف هذه خدمه اكتيفيتي كومبليمونتير كتكمل الخدمه ديال لونتربريز الاخرى كاين لا فورم 3 لا فورم كونغلوميرال regroupement d'entreprises ayant des activités différentes مثلا لي زونتربريز اللي عندهم لي زاكتيفيتي ما كيتشابهوش كاع كيكونوا في هاد لا فورم الثالثه اللي هي لا فورم كونغلوميرال اكزومبل بحال لو هولدين كتلقاهم يعني عندهم دي زاكتيفيتي ديفيرون بزاف و لي زافونتاج ديال هاد لا كونسونتراسيون كاين لا تاي كريتيك افي دو سينرجي ايكونومي داشيل اوتر افونتاج لا ديمينيسيون دو لانتنسيتي دو لو كرواسونس لي ليميت كنشوفو سوبريسيون دومبلوا ريسك دوغمونتاسيون دي بري détérioration de qualité تقدر لا كاليتي تنقص ولا شي حاجه ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان هاد الدرس ديال الاستراتيجي اللي كملناه في هاد الحلقه هادي كامل الحلقه الجايه ان شاء الله نقدروا نديروا الدرس ديال الميركاتيك ولا نديروا جي ار اش شكرا على المتابعه المره الجايه ان شاء الله